اسلام، في ايه العيال بتجري كده ليه؟ بيقولوا في بنت مغمى عليها. تكون هي. في ايه؟ اوعى بنت وهي، اوعى كده. في فرح، فرح، فرح. حد ينادي الدكتوره بتاعت المدرسه بسرعه. الدكتوره ما جاتش النهارده يا مس. ما جاتش؟ هاتولي شنطتي من فوق. شيله، شيله معايا، شيله، شيله. افتح يا حسين، افتح وقف تاكسي ولا توك توك ولا ايه صوتك. تاكسي رايحين فين؟ ممنوع الخروج اثناء الدراسه. حضرتك عارفه كده كويس الا بتصريح. انت التصريح في نظرك راجل انت ولا ايه؟ افتح البيت الفرفر في ايدي. اي حد منهم يجيب تصريح من الاداره نفتح لك. روح قول لصاحب المدرسه مس صدفه خرجت بالعافيه. اوعى كده. إيه؟ ولا روح قول لمستر ناك اللي مشغلك عنده عصفوره يا اخويا. شيله معايا اوعى تقع. هنعمل ايه؟ العربيه دي، يلا العربيه دي. ساعدوني. ركبوها ورا. افتحوا الباب. باب ايه اللي افتح؟ ايه انتوا رايحين فين؟ لو سمحت ايه؟ اوعوا كده. مين دول؟ ايه ده حضرتك؟ بذمتك ده سؤال؟ ما انت شايف البت بتفرفر؟ يلا وصلنا لاقرب مستشفى ولا مستوصف؟ طلع دي فوق اهي. مستوصف ايه ومستشفى ايه؟ وبعدين العيال دي كلها انت فاكر روحك بتركبهم ميكروباص؟ يلا يا عيال، ما هياش اصلها زفه وكلنا بنحضرها. يلا على الفصل، واياك حد يزوغ. يلا. انت هتفضل باصص لي كده ومبحلق لي؟ جرى ايه؟ يلا بينا. في ايه؟ الفرصة بتيجي مرة واحدة بس، وداخله جاي لك لحد عندك، البت بتضيع. فرصة ايه وخير ايه حضرتك؟ يعني واحدة تعبانة اطلبي لها الإسعاف، أنا ذنبي ايه؟ أنا لسه هستنى الإسعاف، أنت مالك عمال تعملي في حكايات وروايات؟ على فكرة مش هنورطك في حاجة، هتوصلنا وأقول لك متشكرين. متشكرين؟ العفو. مش دلوقت، لما توصلنا. يلا. حاولوا تفوقوها. ايه اللي بتلاقي اللي على الصبح ده؟ يا فرح. يا فرح. مفيش ازازة مية في العربية دي؟ الحقيقة مس دي مامتها بتتصل. محدش يرد. لا يكون حد قال لها. كنسله وما تردوش. حاضر يا مس. طب انا ممكن اقول رايي. المفروض يعني ان انتوا تردوا عليها وتقولوا لها يا جماعه. نقول لها ايه؟ تقولوا لها ان بنتها تعبانه وان احنا طالعين بيها على المستشفى. اه، وافرض بقى امها دي مريضه سكر ولا قلب ولا حتى ضغط. طب ساكته وانا بقى اعيش بذنبها. سوق سوق، ناس تفكيرها على قدها. صحيح شكلك ما كملتش تعليمك. انا ما كملتش تعليمي؟ على فكره بقى انا دارس بيزنس. ها اه يا اخويا التاني وتفرد علينا، تلاقيك ما اجرها ولا سواق عليها. يا فرح، فرح يا فرح. يا رب فرح يا فرح. مفيش ميه في العربيه دي. انت كمان هتتشرطي. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.